يسعد مساكم يا ربع ويعطيكم العافية يا رب. اليوم هو الأربعاء الموافق 18/11/2020. اليوم إن شاء الله يا مس راح نحل مع بعض ورقة عمل لمادة العلوم على درس الحواس الخمسة ودرس الصحة الجسمية والصحة النفسية. نيجي على السؤال الأول. السؤال الأول بقول لك اكتب الحاسة المستخدمة في كل صورة مما يأتي. بدي اياك تكتب له الحاسة اللي بتمثلها هاي الصورة. قبل ما نشوف الصور خلونا نذكر شو هم الحواس الخمسة يا رابع. الحواس الخمسة اللي هم حاسة الشم، حاسة النظر، حاسة التذوق، حاسة السمع، وحاسة اللمس. نيجي على الصورة الأولى، جايب لك صورة بنت قاعدة بتتذوق فاكهة. ايش الحاسة اللي استخدمتها هاي البنت في تمييز طعم هاي الفاكهة؟ اللي هي حاسة التذوق. حاسة التذوق. نيجي على الصورة الثانية، شوف الصورة الثانية عنا، حاطت لك صورة ولد قاعد بشم ريحة حلويات أو ريحة الطعام. ايش الحاسة اللي استخدمها هذا الولد في تمييز رائحة الطعام اللي قدامه؟ اللي هي حاسة الشم. الصورة الثالثة حاطت لك صورة شخص قاعد بيسمع أصوات موجودة عنده بالغرفة. إيش هي الحاسة اللي استخدمها هذا الشخص في تمييز الأصوات؟ اللي هي حاسة السمع. رابع إشي عنا بالصورة، إذا شايفين شخص عميل زي أنثى لامسة إيد طفل صغير، إيش الحاسة اللي استخدمتها في تمييز الجسم اللي هي لامسيته؟ اللي هي أي حاسة يا مس؟ حاسة اللمس. نيجي على السؤال الثاني. السؤال الثاني بيقولك ما أهمية الحواس الخمسة؟ بدو إياك تعدد له ثلاث أهميات للحواس الخمسة. الأهمية الأولى للحواس الخمسة حكينا اللي هي إرسال الإشارات إلى الدماغ لإدراكها. ثاني أهمية اللي هي حمايتنا من المخاطر. ثالث أهمية إنه لها دور كبير في عمليات التعلم. إذا أول إشي إرسال الإشارات إلى الدماغ لإدراكها، ثاني إشي حمايتنا من المخاطر، ثالث إشي لها دور في عملية التعلم. لها دور في عمليات التعلم. نيجي على السؤال الثالث. السؤال الثالث بيقول لك كيف أحافظ على صحتي الجسمية والنفسية؟ يعني شو الشغلات اللي لازم أنا أعملها علشان أحافظ على صحتي الجسمية والنفسية؟ إيش هم يرابع الشغلات اللي حكيناهم ومن خلالهم الواحد بحافظ على صحته الجسمية والنفسية؟ أول إشي تناول الغذاء المتوازن. ثاني إشي ممارسة الرياضة. شو كمان يا رابع؟ بناء علاقات ودية مع الآخرين واحترام آرائهم. في كمان بس هو طالب منك تذكر له بس ثلاثة. السؤال الرابع بقولك أي الحالات الآتية يعد سلوك صحيح وأيها يعد سلوكا خاطئ فيما يتعلق بالصحة الجسدية والصحة النفسية؟ أعطيك صور وبدك تحكي له هل هو سلوك صحيح يعني إنه منيح للصحة الجسمية والنفسية ولا يعتبر سلوك خاطئ. الصورة الأولى جايب لك شخص غاضب، يعني غير متحكم بانفعالاته. هذا الاشي رح يأثر على صحته النفسية وبالتالي رح يأثر على صحته الجسمية. فهل هذا السلوك صحيح ولا سلوك خاطئ يا رابع؟ ممتازين، سلوك خاطئ. نيجي على الصورة الثانية. حكينا احنا من السلوكيات الصحيحة الاكثار من شرب الماء. جايب لك صورة لبنت قاعدة عم تشرب مي، فمعناته تعتبر السلوك اللي هي تستخدميته لصحتها الجسمية والنفسية سلوك صحيح. الصورة الثالثة جايب لك أشخاص عم بيمارسوا الرياضة،
طبعا هذا الإشي يعتبر سلوك صحيح فيما يخص الصحة الجسمية والصحة النفسية، إذا سلوك صحيح. آخر صورة جايب لك شخص قاعد بيتناول أغذية غير متوازنة، اللي هي الأكل الجاهز أو الفاست فود. إيش يعتبر هذا اللي هو التصرف اللي هو بيعمله؟ هل هو سلوك بيفيد صحتك الجسمية والنفسية، ولا السلوك بضر؟ طبعا سلوك خاطئ، لأنه هذا الأغذية تعتبر أغذية غير متوازنة، ممكن تسبب السمنة وتسبب الأمراض. إذا سلوك خاطئ. نيجي على السؤال الخامس، بقول لك كيف أحافظ على الحواس الخمسة؟ شو بنعمل يا رب إحنا عشان نحافظ على الحواس الخمسة؟ أول إشي حكينا عدم اللعب بأدوات حادة، هي أول إشي. ثاني إشي عدم تنظيف الأذن بأداة حادة، وعدم وضع الإصبع بالأنف. ثالث إشي عندنا إيش كمان يا رابع حكينا؟ عدم الجلوس أمام التلفاز لمدة طويلة، عدم الجلوس بالقرب من التلفاز لمدة طويلة. إذا كمان مرة، كيف أحافظ على الحواس الخمسة؟ عدم اللعب بأدوات حادة، عدم تنظيف الأذن بأداة حادة، وعدم وضع الإصبع في الأنف، عدم الجلوس بالقرب من التلفاز لمدة طويلة. وهيك بنكون خلصنا حل ورقة العمل لليوم. يعطيكم العافية يا رابع.